الحمد لله، الصلاة والسلام على أشراف المرسلين. أولا نشكر الصحافة الوطنية، القنوات الوطنية، القنوات التلفزيونية، المنصات الإخبارية. نشكر المدونون الحاضرين معنا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي. سبب دعوة المؤتمر الصحفي هو هذا التغييب الممنهج من طرف وزارة الثقافة، الوصية على الثقافة في ذي البلد، لذي الرواية اللي انقال لها الفنون الشعبية بصورة عامة. وهذا التغييب ما هو طاري، دونك لسنين أو دهور. ماني عارف لماذا وزارة الثقافة هذا الفن الشعبي وهذه الأنماط المختلفة للفنون الشعبية ما هي معتبرتها، ما هي معتبرتها جزء من التراث الموريتاني، والله ما هي معتبرتها تستحق عنها تعرض خارج موريتانيا. ولا أدل على شيء يكون الأشهر الماضية فقط وزارة الثقافة نظمت تظاهرتين كبارات، نظمت شاركت في معرض الكتاب في تونس ورفضت له من هون الشعراء والفنانين التقليديين، وآخر التظاهرة لها هي تخليد عيد الاستقلال في الإمارات على هامش معرض دبي. رفضت تملي معاها كمية كبيرة من الشعراء ورفضت معاها فنانين تقليديين ياك ينظموا وياك يحتفلوا بعيد الاستقلال. وهون يطرح السؤال، لماذا هذا التغييب الممنهج لممارس ضد هذه الأنماط المختلفة، هذه الأنماط الشعبية؟ والسؤال المطروح هو المدح ضرماو تراث، هي بنجرة ماي تراث، هو دقداقة، لعب الدبوس، جميع الأنماط المختلفة للفنون الشعبية أرى ما تمثل، والله موريتاني ما يقد يمثلها، ما هو الشعر، والله الفن التقليدي. اللي شاف واللي معطيله اهتمام، لا الشعر والله شوي الفنانين التقليديين، يا غيرين انت ونقضوا على الفنانين الشعبيين، لا هذو ما يقدروا يمثلوا موريتاني. وانا ماني عارف معناها كان بهم الشين، والله يخلعوا، والله خايفين هم يعودوا ققوهات في الخارج. ماني فاهم لماذا وزاره الثقافه ما قد تمشي مداحه ياك يشاركوا معاها في الاحتفال بالعيد، عيد الاستقلال الوطني على هامش معرض دبي. ماني فاهم وزاره الثقافه ما قد تتفق معاها عازف نيفار ياك يشارك في الاستقلال الوطني على هامش معرض دبي. ماني فاهم وزاره الثقافه ما قد تتفق معاها فرقه من بنجه. ماني فاهم وزاره الثقافه ما قد تتفق معاها فرقه من هالطبل. ماني غالبني تو غالبني نفهمه، وقالب المجتمع كامل قالبه يفهم شنو هي المشكل، شنو هو المشكل من ان هذا التراث، اللامادي، هذه الثقافه، هذا الفن اللي كباقي الفنون الاخرى الموريتانيه، لماذا هو وحده ما يقد وزاره الثقافه كيف شي حشمها الى مشات مدع، والله كيف شي حشمها الى مشات مولى نفاره، والله كيف شي حشمها الى مشات فرقه منجه. غير ما نقدو نعودو من الساعة اللي انتشرت موريتانيا إلى يومنا هذا ما يقد ينشاف عندنا في الخارج، ما هو مجموعة من الشعراء، والله مجموعة من الفنانين التقليديين. بطبيعة الحال أنا ماني ضد الشعراء ولا أنا ضد الفنانين التقليديين، يا غير وزارة الثقافة عادت لا يتخلي عندنا كابوس، عادت لا يتخلي عندنا مشكلة ضد الناس وتوف، لأن بالنسبة لهم موريتاني يمثلها لا الشعر ولا الفن التقليدي. لابد الوزارة تعود ماشية شوية الخارج، لابد تتفق معها خيمة من القاون، لابد تتفق معها كمشة من الشعراء، إياك يتموا ذاك يقول قاف وتغنيه للأخرى، وذاك يقول بيت من الشعر ويغنيه للأخرى، والناس الأخرى ما عندها بي علاقة ولا هي جزء من المجتمع ولا هم موريتانيين.